بحر. والله بصراحة أنا ما بقتش عارف أنا بحب إيه وبكره إيه. 10 دقايق وأكون مجهزة لك الغدا. لا ما تتعبيش نفسك. هنزل أجيب أكل وأرجع. مش هتأخر. ولا ايه؟ ازيك يا نوال؟ انتي ايه اللي جابك هنا يا زهر؟ ماجد كان بيعمل عندك ايه يا نوال؟ ايه الصورة دي يا نوال؟ انت كان عندك حق يا زهرة. ماجد ما ماتش. ماجد عايش. بس مش ماجد القديم اللي انت تعرفيه. ماجد فقد الذاكرة. وما يعرفش حد في الدنيا غيري أنا. أنا اللي أنقذته من الضياع اللي كان فيه. انتي اصلا علاقتك بايه؟ ماجد جوزي على سنه الله ورسوله. السفله انتي السفله. انا مش سفله يا زهره. انا حبيته زي ما انتي حبيتيه. ولو كنت اتجوزته قبل ما تحصل له الحادثه ما كنتش هفكر اتجوز واحد غيره. ومش من مصلحتك ان ترجع له الذاكره، لأنه هيعرف إنك اتجوزتي صاحبه بعد خبر وفاته بكام شهر. ساعتها هتبقي إنتي اللي سافلة في نظره مش أنا. بطلي أنانية بقى. إنتي عايزة إيه؟ عايزة تاخدي كل حاجة؟ إنتي عارفة إنتي عملتي لنفسك إيه؟ إنتي بقيت زوجة للحاج فرج وزوجة لماجد وزوجة لفريد. عارفة ده معناه إيه؟ معناه إنك تدخلي السجن يا زهرة. واحسن لك تبعدي عننا بقى. واذا كان على ماجد انا ممكن اخليه يطلقك عشان فريد يبقى هو جوزك الشرعي. ولو اني مش عارفه الحاج فرج ساعتها هيعمل ايه، هيوافق ولا لا. وتفضلي بقى من غير مطرود يلا، عشان عايزه استريح ومش عايزه ماجد يرجع ويلاقيكي هنا. واوعي تفكري انك تتكلمي معاه ولا تفكري باي حاجه، لان ساعتها هيكتشف انك زوجه رجاله كتير قوي. يلا اتفضلي اطلعي بره يا زهرة. you
هي كانت هنا؟ هي مين دي؟ الست اللي قابلتها في شرم الشيخ واللي عرفت اسمي، انا شفتها قدام العماره واخدينها بعربيه اسعاف. انت كلمتها؟ ما لحقتش اكلمها. ايه يا حبيبي؟ بقى انا بقول لك انا هموت من الجوع وانت جاي تقول لي الست بتاعت شرم الشيخ؟ يا سيدي ما يمكن واحده بتشبه عليها. انا ما بشبهش يا نوال، انا متاكد ان انا شفتها، نفس الست اللي قابلتني في شرم الشيخ. ايه اللي بيحصل لي ده؟ انا مش فاهم. نوال انت متاكده انها ما كانتش هنا؟ في ايه يا ماجد؟ انا تعبت من الموضوع ده، انا زهقت. انت نسافر بقى، انا اعصابي تعبت. انا نازله. يا رب ربنا يطمنا عليك يا اختي. يا رب ربنا يجيب العوائل وسلمينا. هو محدش كلم جوزها؟ كلمته في التليفون، اكيد هيجي دلوقتي اكيد. انا مش عارف بس ايه اللي حصل لها ده، حصل لها ازاي؟ معقوله؟ انت فين يا فريد؟ قافل تليفونك 24 ساعه يا حبيبي. لا يا حبيبي ما يصحش كده، انت عارف انهم طلبوني من شويه وقالوا ان زهره راحت المستشفى وما لحقتش اعرف منهم هي فين ولا في انهي مستشفى. طب ما يمكن هتولد. لا انا ما اعرفش في انهي شهر وانا مخي دفتر. طب انا هتصل بيها واعرف ايه الحكايه واطمنك. سوسو حظك معايا وحش قوي يا حبيبتي. مراتي هتولد ولازم اوصلك دلوقتي واروح لها المستشفى، بس اوعدك لو جابت بنت هسميها سوسو. ماشي يا حبيبي. ايه يا جماعه؟ انت يا عم خالي اللي انت بتعيط؟ اختك فين وايه اللي حصل لها؟ اخلص اسكت ليك عين تتكلم. ادعي لها وانت مش بتشتغل عندها، ازاي تسيبها تمشي لوحدها؟ شوف بقى يا باشمهندس، بغض النظر عن شغلتك يعني وطريقتك في الكلام معانا، مش اخوها بيقول لك ادعي لها؟ انا بقى مش عايزك تدعي لها. وبعدين انت مالك يا اخي بشتغل عندها ولا المحامي بتاعها؟ جيت من شغل على هنا؟ لا خليها ادعي لها، ادعي لها عشان تكبر. وبعدين تلاقيها كانت عند حد من اصحابها او حد من العملاء اللي بتشتغل معاها. ومين اللي جابها هنا يا خليل؟ يا عم انت هتعمل لي فيها مفتش مباحث اسم العجوزه وتفتح لنا سن وجيم؟ انت مالك يا اخي؟ اللي جابها جابها. بقول لك ايه يا استاذ باشمهندس، انت ما تعملش شط القلبان دول عليا. انا بحب اختي اكتر ما انت بتحبها. في ايه؟ ما بس انت وهو، وده وقته برضه يا جماعه ونقر وخناق. وبعدين بقى صراحة راجل معذور، دي مهما كان مراته. ماشي مراته ما ماشي حاجه، بس شايفه